قبل ما نبدأ الفلوق أنصح الكل بالاشتراك بقناة جنرال بغداد محمد ابن عمي، ينزل من إسبانيا مدينة فالنسيا ويشرح بيها عن الأسعار، عن المميزات اللجوء، عن الاحتفالات، على الدراسة وغيرها من المواضيع. فأنصح الكل الاشتراك بقناته، وراح أخلي لكم رابط قناته بصندوق الوصف. عمادة الجامعة طالب منا الطب على المختبرات، هاي يسموها فترة الاستراحة. من تدخل الملف مالتك بالجامعة ما راح يقبله. مشتاقون عيني، فلوق جديد اليوم اني ومسموسة. جيبي دش فوتيها، ماكو ثلج ولا مطر بس تصير باردة شوية. ها وليش شو ذبيتيها هنا؟ ليش ايش ليش؟ مو صادقة تطلع خطية صح؟ كم يوم مطالعة؟ امشي تعالي دقيق خل افتح البريد. اويلي من تشوفون هاي الصفرة، يعني هاي من الحكومة الكندية. شوفوا هنا بكندا واغلب الدول المتقدمة لازم كرسي للطفل، ما يصير الطفل يصعد لقدام. طبعا هسه هذا الكرسي الكبير على ما هسه بس اخذته حتى ترتاح من الضوج. لازم كرسي خاص للطفل، ولازم صاير اذا اصغر من 40 باوند لازم هذا يصير بالمقلوب وتخلي بالنص منه ومنه حتى يشوفوه اذا صار اي حادث حتى ما يتأذى. هي تعرف الكرسي مالتها. يلا يلا صعدي، بس الحزام وقعدي وقعدي يلا. هاي اوريدي تعلمت الطريقة. شوفوا العاقلة ما طل بيها طلعة لو 100 حزام. ها ماسة ننطلق. ويا هلا بيكم، شو اخباركم؟ مشتاق لكم هواية، صار هواية ما منزل فلوقات من فانكوفر. صارت اخبار جديدة انه كندا رجعت الجنسية مثل قبل 3 سنوات رسميا. اي واحد باقي بكندا 3 سنوات الى حق يقدم على الجنسية. الخبر الثاني اللي هو يخص الحجاب او النقاب بصورة خاصة، بالتحديد بمدينة كيبك او مقاطعة كيبك كما يسميها البعض. صار هسه مثل التشريع ينص على حظر النقاب بعض الاماكن اللي يصير بيها اتصال ويا الناس، مثل لما واحد يصعد باص، او مثلا لما واحد يسوي او العفو لما وحده تسوي معامله، اي اتصال ويا الناس وما يقدرون يعرفون منو هذا الشخص، منعوا استخدام او لبس النقاب بالاماكن العامه. الخبر الاخ اللي هو الهجره العشوائيه. طبعا ويا ما نزلت الفيديو مال الهجره العشوائيه توقفت، ما اعرف حظي، ما ادري حظ المشتركين مالتي. فهسه قبل فترة رجعت الهجرة العشوائية ورجع الرابط مالتها للعودة من جديد. اي واحد يريد يقدم موجودة الفرصة، والكل خلي يتقدم ان شاء الله يا ربي. اللي يريد يطلع يطلع، واللي يريد يبقى وهو مرتاح خلي يبقى. هسه اجينا انا وماسة، جينا نتسوق خضر وفواكه للبيت من محل ايراني هنا مشهور بمدينة برنبي، محل يبيع كلش رخيص لذلك دائما بزي. تعال خلنا ناخذ عربانة. الحلو بيه انه كل شيء كاتب المصدر مال المنشأ. جبنا استنى ما ولش ما صعدتي. هسه رايحين انا وماسة نروح نجيب الاطفال من المدرسة، صارت ساعة 3 الا ربع، هم بثلاثة الا خمسة يطلعون. فهي كلش تكيف هناك بالساحة تلعب وياهم، وبنفس الوقت بدنا نندعم. الله ستار. اكو كم نظام شوية تشوف مو حلو وغريب وما شلون تتصفوه اصفو. مثلا هسه واحد يريد يلوف على اليسار اخضر، اذا طلع سهم اخضر قوه تطلع برا، هاي سهله. بس اذا قلوب اخضر مال ترافيك ما يصير تطلع الا لقبالك المقابلك، لان انت من يصير اخضر دائري راح يصير عند المقابل هم اخضر. فلازم من تريد تلوف الاولويه للي يطلع اللي قدام،
يعني هو صار اخضر وانت اخضر، فانت تريد تلف على اليسرى، على اليمنى ما لنا علاقه، اليمنى قبل تطلع يعني، بس على اليسرى من تريد تلف على اليسرى وهو قدامك اخضر، فهو دي يجي هيك وانت تعبر هيك، فلازم تنتبه انه الشارع فارغ خاصة السيارات ومشاة ما موجودين، لان هي من يصير اخضر هيك وحدة قبال اللوخ حيصير المشاة هم مسموح يعني هم هيك راحة وجاية، فانت ما راح تلوف راح تلقى مشاة ناس رايحين ناس جايين، فهذا الشيء كلش يا اخي ما اعرف شلون سووا هالنظام ما اعرف. النقطة الثانية انه لما واحد يريد يلوف على اليسرى مثلا هسه انا مو اريد الوف على اليسرى اخضر والدول اللي قدامي قاعدين يعبرون ازدحام مثلا، فزين دول اللي وراي شنو ذنبهم؟ يظلون اللي وراي يظلون ينتظرون والله شنو انا من طشارة على اليسرى. اكو يعني اكو بعض الشوارع يعني هوايه يعني مقسميها انه اللي يريد يلف على اليسرى ياخذ الاتجاه، بس هوايه من عندهن انه ما موجوده انه اريد الف على اليسرى وهسه انا مثلا هسه اريد اطلع لقدام لقيت سياره تيجي تلف على اليسرى، زين انا شنو ذنبي اظل انتظر او الوراي وينتظر كلها تنتظر لان واحد يريد يلف على اليسرى، فهي واحده من اثنين، اما ان تقمز تطشارة على اليمين تشوف بالاشاره ماكو احد تقمز هيك وتطلع او تنتظر، فهي هاي احد الشغلات اللي اشوفها غريبه بنظام السير بكندا. ماسة تموت على الفراولة بدون غسل اضرب. هذا شو تقولين الحامضة؟ دائما يقولوا لي اهلي وزوجتي يقولوا لي هل ايش من طلعها ما طلعها كاشخة طلعها هيك بهدوم البيع. انا احب ما اصنع هيك على الطبيعة. شنو تدين نجدة تبكين؟ لا لا حبيبتي تعال نش ماسة ما عافتني. اقولها جاح تجي الين بعد ما تتحمل راح اتعلم العب وحدها راح اعوفك واروح. ها دق الجرس مشعر مكنفش. لا لا معلش معلش وينني شافتها للي كيفت هاي الين هاو ار يو ابراهيم شلونك؟ ها راح تلعب طابة؟ يلا روح اي روح العب وش تسوون سوى اليوم مفتوح ماكو مطر اليوم. ها صعد السنجاب. يلا ابراهيم والين من يقدر يقول بالعربي سدينا شط السيد والسيد ما سد شطنا سدينا شط السيد مش سد شطنا. قول خيط حرير على حيط خليل. خيط حرير على حيط خليل. لا خليل على حيط خليل. خليل على حيط خليل. يقول خيط حرير على حيط خليل. خيط حرير على حيط خليل. خيط. يلا خلنا نصعد. يلا قول يلين خيط حرير على حيط خليل. خيط حرير. حرير. حيط حرير. نفس الحالة بالنسبة لإبراهيم وألين ممنوع يقعدون لقدام يمي إلا يصير عمرهم 12 سنة. اسمعوا هاي العركة بين إبراهيم وألين. إبراهيم يقول هاني سوي لك العصير. كثير. كثير؟ هنا هو ما تطلع. بدي يسوي عصير إبراهيم يحب العصير. شوف المطبخ مالتش كوبرا. يمكن مترين لا مو مترين يمكن ثلاثة متر ونص. لا لازم تغطية على بالك هيجي. ابراهيم يحب العصير ليمون وفراولة وموز. لا احسن من عصير سلطة. سلطة. ما مو مو عارف انا يسوي احسن. شوفوا شوفوا الخباثة. لازم ماي حامة. شوفوا هاش هاش ليمون. تعرف. هاش ماسة. سهل. What is عملنا صور. What is that?
زين. تعاركوا تعاركوا تعاركوا. رايحين هسه انا وابراهيم على الملعب مال الطوبه لان عنده براكتس تمرين. افلت راح اقعد هنا لو ما يخلص ابراهيم اللعبه، وبنفس الوقت هم نستثمر الوقت. طبعا دائما ما اعرف ليش احب احكي بالسياره موضوع الحلقه اللي هو البيتكوين. ما هو البيتكوين؟ تاريخ البيتكوين، شلون اسعاره، بيش كان، شلون واحد يقدر يسوي، شلون يشتري، هواي مواضيع راح اتطرق لها. اول شيء البيتكوين هي عمله رقميه افتراضيه مو ملموسه مو مطبوعه وما تقدر تربطها مثل البقية بالفيزا كارد. نقطة ثانية، تقدر تشتري البيتكوين وانت مجهول الهوية، يعني بدون مستمسكات تقدر تشتري وما حد يعرف بيك انت مشتري هاي العملة. نقطة ثالثة اللي هي ما حد يقدر يراقب البيتكوين وحساباته. ليش؟ لان ما مربوطة بالبنك المركزي، لذلك اغلب المافيات والمطلوبين والعصابات وغيرها يشترون او يضمون فلوسهم بالبيتكوين، مرات يتاجرون بيها مرات يضموها، اهم شيء ما حد يقدر يلاحقهم. بدأت البيتكوين سنة 2007 بواسطة مبرمج ياباني من اسمه، بس بعدين طلع الاسم وهمي، وبعدين عرف عن نفسه طلع الشخص من استراليا. بسنة 2009 والاول مرة تم اطلاق العملة للبيع بشكل رسمي وبدون وسطاء. قبل فترة كلش بسيطة، تقريبا 95% من مواقع الانترنت ما يقبلون يعترفون بالبيتكوين، بس هاي السنة بالتحديد اختلفت الوضعية. قامت مو بس مواقع الانترنت، حتى بعض الاستورات بالعالم قامت تتعامل وياهم، ومن ضمنهم اليابان بعد ما سمحت الحكومة اليابانية بالتعامل بيها. اقولكم صدق، بيتكوين ذكر لو مؤنث، شلون اقول بيها؟ هو بيه لو بيها، ما دع شو انا احسها مؤنث، ما ادري ليش. نجي هسه على اهم سؤال يخص البيتكوين، اللي هو شلون ننتج البيتكوين. اغلب الناس او كل الناس تقدر تسوي هذا الشيء بطريقه التعدين او ما يسمى المايننج، بس اكو بعض الشروط، من ضمنها اول شيء لازم عندكم وقت، اثنين لازم حاسوب مواصفاته كلش عالية، ثلاثة تحصلون على برنامج مجاني يحل لكم الخوارزميات المعقدة وتحصلون عليها من شبكة البيتكوين، أربعة بعد ما تنهون عملية حل المعادلات راح تقوم الشبكة تصدر عملة البيتكوين، خمسة كل فترة شبكة البيتكوين تصعب الخوارزميات فترة بعد فترة. نقطة الأخ اللي هي تقدرون تسوون تعدين جماعي، لأن التعدين الفردي دا يصعب يوم بعد يوم. ينتج البيتكوين كل 10 دقائق بالضبط 25 عملة. ليش؟ لأن كمية البيتكوين بالعالم محدودة، وراح يكون آخر بيتكوين سنة 2140. البيتكوين كان سعره بال2012 $5 أمريكي، وبال 2013 قفز من $76 الى قرابه $1,000، وهسه حاليا وصل سعره لحد $6,000، ويتوقعون الخبراء راح يوصل بنهايه السنه او بدايه السنه 2018 حيوصل $10,000، وبالخمس سنوات المقبله يتوقعون يوصل لحد $25,000. قيمته السوقيه الان وصلت اكثر من $100 مليار، وطريقه الربح ما يحتاج لها تفكير، مجرد تشتريه ولما يصعد سعره حتبيعه، والربح حيكون بالسلماتك او بالمحفظه مالتك. طبعا اكو احتماليه ينزل ويهبط سعره، مثل ماكو احتمالات للصعود مثل اي عمله عالميه، بس احتمالات الصعود اقوى. طريقه شراء البيتكوين تكون عبر الانترنت او عبر الاي تي ام. هسه رايح على اي تي ام اشوفكم شلون تشترون البيتكوين. اغلب مقاهي ويفز داخلها مثل الصراف الآلي الاي تي ام. هاي هي ماكينة البيتكوين، هذا الشعار مالتها، نو اكاونت، ما تحتاج اكاونت، نو ساين اب، ما تحتاج تسجيل، جست كاش تو كوين. هذا البيتكوين اذا تريدون من جد، هاي النيو يعني محفظة جديدة.
7900 كندي، اكثر شيء 400 واقل شيء 5 دولارات. مو بس هاي، تقدرون حتى تسحبون كاش اذا تريدون. شفتوها للطريقة شلون سهلة طريقة الشراء. اعتقد باغلب الدول المتقدمة موجودة هاي الاي تي ام بداخل المحلات او بداخل البنوك. نهاية الفلوق، اعطوني رأيكم انتو هسه مهتمين بشراء البيتكوين، لو تريدون تسوون طريقة التعدين بالمنزل، لو اصلا ما مهتمين بهاي السوالف كلها. يلا اكتبوا لي بالتعليقات، وبنهاية الفلوق مع السلامة. اكو فد شي طوخ ازرق، شن هو؟ بانياي.